تراجعت إذن وزارة الخارجية الأمريكية عن قرار حظر السفر المؤقت لحاملي التأشيرات الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام. مسؤولة في الخارجية أفادت بأنه سيتم السماح للأشخاص الذين يحملون تأشيرات سارية بالسفر إلى الولايات المتحدة، ذلك التزاما بحكم قاض اتحادي في مدينة سياتل أوقف الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بحق مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة. قرار القاضي الاتحادي في سياتل بالولايات المتحدة بوقف الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي، والذي يحظر بشكل مؤقت دخول مواطني 7 دول أغلب سكانها من المسلمين الولايات المتحدة، قرار اعتبر بالتاريخي بحسب المدعي العام لولاية واشنطن. من الواقع أنه قرار تاريخي، نحن دولة قانون وأتوقع أن تحترم الحكومة الفيدرالية حكم القاضي. النائب العام أضاف أنه يدرك تماما أن قرار المحكمة لن ينال رضا الجميع ورضا ترامب. أنا واثق من أن الرئيس لن يعجبه هذا القرار، لكن وظيفته ومسؤوليته وواجبه كرئيسنا يفرض عليه أن يحترم الحكم، وسوف نتأكد أنه يفعل ذلك. قرار القاضي الذي شكل تحديا كبيرا لإدارة ترامب والتي من المتوقع أن تطعن فيه. القرار وصل مسامع البيت الأبيض الذي رد ببيان ذكر فيه أنه سيدافع عن المرسوم الرئاسي الذي نؤمن بأنه قانوني ومناسب، لافتا إلى أن قرار الرئيس يهدف إلى حماية البلاد وأنه مخول دستوريا إلى جانب مسؤوليته بحماية الشعب الأمريكي. قرار قاضي سياتل برفع قيود السفر مكّن البعض من استغلاله والعودة مرة أخرى لدخول الولايات المتحدة. سعيد لأنني أخيرا أعانق أخي، إنه حلم قد تحقق. قرار المحكمة حسب خبراء قانونيين يعني أن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه قبل المرسوم التنفيذي الرئاسي. وقوة قرار القاضي تكمن في أن للقاضي الفيدرالي سلطة فيما يتعلق بالشؤون الدستورية على الدولة بأكملها، ومن وجهة النظر القانونية فإن مرسوم قرار حظر ترامب الآن لا يطبق بأي مكان في الولايات المتحدة، تحليل تطابق مع مطالب اتحاد الحريات المدنية في جنوب كاليفورنيا الذي وصفه بأنه أمر غير دستوري يستهدف الناس على أساس معتقداتهم الدينية. منذ البداية اعتقدنا وعملنا على أن الأمر التنفيذي للرئيس لم يكن دستوريا، ونحن الأمريكيون لن نسمح بتمريره. وتكمل أهمية قرار قاضي سياتل برفع قيود السفر فورا ويضع حدا لفوضى المطارات، كما أن الولايات تملك الحق القانوني في إقامة دعاوى، وهو ما قد يساعد المدعين العموميين الديمقراطيين على مقاضاة ترامب في المحاكم بشأن قضايا تتجاوز الهجرة، وهو أمر يضع الرئيس ترامب أمام مصاعب قانونية يبدو لا نهاية قريبة لها.